35 ليرة بس، ولك يخرب بيتك ما أوقحك، يخرب بيتك يعني هذا فوق ما وصلتك على باب بيتك وطلعتني طلعة بتقصف عمر الموتور قصف وبتهري صحن الدبرياج والبواط هري فوق كل هاد، بتدفع أقل من العداد؟ ولك فصاعة شو بالهموطي، ولك العمى العمى بقلبكم شو بجم؟ الواحد منكم بفكر حاله اشترانا بهالقرشين اللي رح يدفعون إجرة؟ لا وشو؟ علي الصوت، وطي الصوت، غير الشريط، روح من هون، لا تروح من هون، اطلع، انزل، خفف، استعجل، ولك تضرب هالمسرح من وراء الزباين اللي من نمرتك تضرب. بعدين تعال هلا، تعال هون، انت ليش رافع من اخيرك للقد؟ وما انزع لي حالك، ويا ارض اشتدي، ما حدا قدي، ها؟ ليش هيك؟ شو يعني إذا حكيت من برات منافسك مثل القرفان وحطيت نظارة سودة بتخوفني؟ ولك أنا ما بخاف لا منك ولا من غيرك، أبو سلام ما بخاف إلا من يلي خلقه، فهمت ولا ما فهمت؟ ما بخاف أبو سلام، حط هالشي بزينك، فعلا أنت واحد حشرة دون، تفوق عليك وعلى أمثالك، تفوق. شبك ليش صوتك طالع؟ ما في شي، كنت عم واحد ربي. شو خير يا طير، لمن رايحة؟ رايحة زيارة. ولوين هالزيارة بقى؟ ليه؟ ضروري تعرف يعني؟ شو؟ قال ضروري أعرف يعني ما بدي أعرف مرتي لوين رايحة؟ رايحة لعند أم روعة، انبسطت هلا؟ أم روعة؟ إيه بس على ما أذكر، نحن اتفقنا إنك تقطعي علاقتك مع أم روعة. نحن ما اتفقنا، انت اللي طلبت مني اني بطل روح لعند هي المخلوقة بدون ما افهم شو السبب. السبب بكل بساطة انه لا طينتنا من طينتهم ولا عجينتنا من عجينتهم، نحن وين وهنن وين؟ اكابر كتير يا عمي ونحن اصاغر. ايه وشو يعني؟ يعني ما في داعي لا لأم روعة ولا لأم ضبعة، بقى قعدي بالبيت ونضبي واشتغلي لك شي شغلة تنفعك. بس انا وعدتها والمخلوقة هلا بتكون عم تنتظرني، ايه ما حلوة طنشها. لا تطنشيها، اعتذري منها على التليفون. شو؟ لا والله ماني معتذره منها. ايه وشو المعنى؟ مبينه، يعني بدي روح. ايه بس انا قلت ما في روحه. وانا قلت بدي روح. يعني بدك تكسري كلمتي؟ اكسر كلمتها؟ يلواها الواه، ليش انت لك كلمه بالاول؟ حال والله هذا اللي كان ناقص، مو خاطرك. العمى العمى بقلبها راحت، كسرت كلمتي وراحت. بسيطه أنا بفرجيكي، إذا ما مسحت فيك الأرض ما بكون أبو سلام، اعملي وكتري لقلك. اسمعي لي، من هلأ ورايح كلمتي هي اللي لازم تمشي بهالبيت، فهماني ولا لا؟ ويكون بعلمك إنه أنا رجال البيت مو أنت، يعني إذا كنت ما بجيب أولاد بتحطيني على الرف وبتاخدي محلي وبتتمتمتي على كيفك؟ إيه خسئتي، خسئتي يا امرأة، والله لأضربنك ضرب الحمير والبقر، والله. بعدين تعال قلك، في كتير رجال ما بيجيبوا أولاد، مو بس أنا، ومع هالشي بضل اسمه الرجال، وأنا ما بسمح لك أبداً تطاولي علي وتتجاوزي حدودك. وإذا ما عجبك هالحكي، يلا يلا أوام، يلا ضبي غراضك بسرعة وانقلي من وشي على بيت أهلك، الباب بيفوت جمل. ويكون بمعلومك إنه أنا لما بقول ما في روحة على بيت أم روعة يعني ما في روحة. بص ولا حرف، بص ارخي نظري، لا تردي بتمي كلامها، يعني فاهمك ها؟ حتى النقاش ممنوع. ليش فنجرتي عيونك؟ ارخيهم من الارض. اي نعم ممنوع تناقشيني انت، لانه المراه الصالحه لازم تطيع جوزها ومن تم ساكت وتمشي قدامه مثل الغنمه وتطلب رضاه بعد رضا ربها، مو مثلك كل شغله بدك تاخذي وتعطي فيها يومين زمان، وهي بدي وهي ما بدي، وترفعي اصبعتك المكسوره بوجهي وتهدديني، تضربي بهالراس اللي ناتعتي. اسمعي لي، انا راح اعتبر هذا اخر تنبيه لك، بعدين ذنبك على جنبك، وقد اعذر من انزل قسما عظما، اذا بتقولي لا مره ثانيه لحتى ايمها الكف واسلخك على خلقتك وورلك اسنانك، فهماني ولا لا؟ يلا يلا نقلعي من خلقتي هلا وغيري لي هالروب المشرشح اللي لابستيه. يلا